نرمين، من بعد ما تابعنا المادة التالية والمادة الحساسة بهذا الشهر ويمكن بهذه الظروف، أكيد بصيرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة ميسة حوراني، أختصاصية بالأنف والأذن والحنجرة. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. بهذا الوقت يمكن كثير من الأشخاص عم يجوا لعندك عم يعانوا من أنواع كثيرة من الحساسية. قبل ما نفوت بالأنواع وبالأعراض، خلينا نعرف من حضرتك شو هو التحسس. التحسس هو رد فعل الجسم تجاه تعرضه لعامل، هذا العامل نحن بنطلق عليه اسم العامل المحسس. طبعا رد فعل الجسم بيكون بطريقة ما رح نقول غير طبيعية، زائدة بينجم عنا انه داخل الجسم في وسائط معينة بتطلع بشكل كتير كبير. من اهم هي الوسائط هي مادة الهستامين اللي بنسمع فيها كتير، نتيجة إفراز هاي المادة وغيرها بشكل كتير كبير بتصير عنا، بتظهر هي التظاهرات الناجمة عن التحسس بأعضاء الجسم. نعم. يعني دكتورة مثل ما حكينا هذا الشهر، هلا كنا تحت الهواء عم نحكي انه هذا الشهر هو شهر بتبدل الفصول، ويمكن كمان في عوامل ثانية ممكن تأثر على الجسم بحسب طبيعة الجسم. مثل ما بنشوف كثير أشخاص مثلا بتتحسس من زهر الربيع، أشخاص بتتحسس من خضار معينة، من فواكه معينة. خلينا نحكي عن الحساسية بشكل عام وعن كل جسم كيف بيختلف عن الثاني. هلا الحساسيه في لها انواع، انه الشيء بيتعلق في شيء حساسيه على مدار السنه، يعني ناس بيتعانوا من الحساسيه على مدار السنه، في شيء ناس بيتعانوا بالحساسيه بفصل معين، واكثر الفصول اللي هي بنشاهد فيها مرض الحساسيه هو فصل الربيع الحقيقي او فصل الخريف، هي من اشد من اكثر فصلين نحن بنتابع فيهم مرضى الحساسيه. الشغلة الثانية، التحسس ممكن بتختلف أعراضه حسب طريقة دخول المادة المحسسة، يعني ممكن تكون عن طريق الإنشاق، يعني نحن استنشقنا المادة عن طريق الأنف، ممكن تكون عن طريق الأكل، الهضم، نتيجة في نحن بنسمع أنه في ناس تتحسس فرضا من الفريز أو نتيجة أخذ مادة دوائية معينة نحن بتسبب عنا أعراض التحسس، أو نتيجة دواء أو عن طريق الجلد، نحن فات العامل المحسس عن طريق الجلد، تظهر عنا أعراض جلدية، فرط ارتكاس نتيجة هذا العامل المحسس. حضرتك ذكرت الطرق اللي ممكن نحن نتحسس منها، عن طريق الهضم أو التنفس أو الجلد. عن طريق الجلد. طب شو هي الأعراض اللي بتظهر؟ مثلا خلينا نحكي عن التنفس والهضم، كونه الجلد إنه قلتي أنت حتكون أعراض جلدية. هلأ هو من أشيع العوامل المحسسة وطريق دخوله هو عن طريق الاستنشاق. طبعا أعراضه بتصير في عندك عطاس متكرر بشكل يعني اكثر من عدد معين من العطسات، مثل ما بيقولوا ورا بعض. طبيعي. سيلان بالانف، سيلان الانف بيكون رائق، بيكون لونه شفاف، دمع بالعين، بتدمع العين، حكه، احمرار، بصير في عندنا احتقان بالحلق نتيجة جفاف الأغشية المخاطية. بعدين ممكن تتطور أعراض عندنا نتيجة الانسداد التنفسي اللي بيصير، ممكن يصير عندنا صداع. نعم دكتورة، يمكن هلا بالظروف اللي عم نمر فيها كورونا، صار كل ما حدا وجعه حلقه شوي، كل ما حدا رشا صار بخاف انه يقول اعراض كورونا. تماما. كيف المريض خلينا نقول او يلي متحسس يعرف انه هي بدها حساسيه مانا كورونا، يعني مو دغري كورونا؟ تمام. هلا بالاغلب المرضى يلي بيعانوا من مرض الحساسيه هن بيعرفوا هذا الشيء، انه هذا الشيء موجود عندهم، وبيعرفوا انه في ذروه للاعراض بتصير بهالفصل مثلا او بهالوقت من السنه. وغالبا ما بيجوا عنا بيذكروا انه انا صارت معي هي القصه نتيجه انا مثلا شميت فرضا كلور، شميت عطر زيادة، طلعت مثلا على بستان، بيعرفوا انه في شيء مسبب لها. هلا الفرق بين الحساسية والجريب خلينا نقول او الانفلونزا او الرشح، في فرق بكثير شغلات رح نبدا فيهم واحد واحد. اول شيء الحساسية غير معدية، يعني قد ما عطس الانسان المصاب بالحساسية قدامك فانت ما بتنعدي، بينما حتى ما بنصاب بجريب، يعني هي اعراض قريب بتكون عطاس وهيك ما بتنتقلي؟ لا لا لا، هو غير معدي. الحساسيه استعداد ذاتي عند الانسان او استعداد بيئي نتيجه الظروف المحيطه فيه. فانا انسانه مصابه بالحساسيه ما بعديكي. بينما الرشح هو مرض معدي نتيجه تعرض لفيروس او عامل ممرض موجود بالجو.
أعراض الحساسية بتكون يعني مستمرة على مدار فصل أو على مدار وقت معين، بينما أنت بالقريب ممكن تنامي تفيقي تبدأ عندك هاي الأعراض، يعني تكوني أنت إنسانة صحيحة تماماً ما فيكي شيء، تبدأ عندك هاي الأعراض تاني يوم. أعراض الحساسية موضعية معروفة، يعني عطاس، دماع، حكة، ما فيها حرارة، أحياناً في بقع بالجلد بتصير. تماماً، هاي وقت الحساسية الجلدية تمام، أو حتى ممكن تصير بمراحل متقدمة من أنواع الحساسية الأخرى. بينما بالقريب نحن بنشوف أعراض عامة، يعني أعراض غير متعلقة بأنه مثلا مكان دخول العامل المحسس نفسه، بنشوف حرارة، هاي الحرارة ممكن توصل ل 38، بنشوف ضعف عام بالجسم، بنشوف وهن، بنشوف تعب. هاي هي الفرق بين الحساسية والقريب أو الإنفلونزا. نعم دكتورة، خلينا نحكي كمان عن موضوع التحسس، خصوصا هلأ نحن بفصل الربيع، مين أكثر الأشخاص عرضة للإصابة فيه؟ خلينا نحكي عن منشأه، هو وراثي ولا لا؟ أنا ممكن بفترة معينة، ما مثلا بفترة العشرينات ما كان عندي موضوع الحساسية، ممكن بفترة معينة بالثلاثينات أنا يصير عندي موضوع التحسس الربيعي. هلا أكثر هلا التحسس هو استعداد ذاتي، يعني هذا الاستعداد عند بعض الأشخاص أكثر من أشخاص ثانيين. كمية كيف أنت بتتأثري للعامل المحسس يختلف من شخص لآخر. في استعداد عائلي، يعني نحن العائلات اللي معروفة فيها تحسس بتيجي نحن عنا أطفال في عندهم زيادة بالتحسس. في استعداد بيئي نتيجة وجودك أنت على تماس مع عوامل مخرشة كثيرة، فهذا الشيء بيزيد من إنه قابلية التحسس. الأعمار ما يعني ما في عمر معين، في أشخاص معينين أكثر قابلية للإصابة، بيكون عندهم استعداد ذاتي للتحسس. نعم. الأعمار ما في عمر معين، نحن بنشوف في التحسس زيادة عن الأعمار الأخرى. مثل ما عم قلك هذا الشيء يعني بأي عمر ممكن يتطور التحسس، يعني نحن بنشوفه عند الأطفال، بنشوفه عند اليافعين، بنشوفه عند النساء مثلا في شيء عندنا بالحمل بزيد، في شيء هرموني، في أي مرحلة عمرية ممكن يتعرض ينوجد التحسس. بس يعني مثل ما بنقول طريقة التعبير الجسم عنه قديش شدة أعراضه تختلف من شخص لآخر. نعم، يعني دكتورة مثل ما بنعرف أنه يعني دائما الإنسان بيحاول ياخذ هيك احتياطاته نوعا ما، في منهم بيلجأوا للحبوب تبع الحساسية اللي أحيانا في منها بتسبب نعاس يعني، وفي أحيانا لا بفضلوا أنه يشربوا شيء مثل الزعتر البري أو شيء بيفتح الحلق، ما بعرف إذا كمان الزعتر بحسسك تحكي لنا أنت عنه. فاللي ما بتناسبهم الحبوب شلون بيقدروا يعملوا شيء وقائي من حساسية مثلا؟ هن عارفين جايين على فصل الربيع. الخط الأول بالعلاج، الوقاية والعلاج من التحسس، دوما ودوما بقولها لكل مرضاي، أنا قد ما أعطيتكم أدوية إذا ما تجنبتوا العامل المحسس إذا كان معروف تماما، يعني إذا أنت بتعرف أنك أنت بتتحسس من هاي المادة. صحيح. قد ما أنا أعطيت أدوية وأنت لسه عم تتعرض لها بشكل مستمر، يعني الاستجابة للعلاج بتكون كتير محدودة. صحيح. الخطوة الأولى إذا كان العامل المحسس معروف أنه نحن نبتعد عنه قدر الإمكان، ما فينا نبتعد عنه نتيجة أنه نحن هذا الشيء بعملنا، هذا الشيء بمحيطنا اليومي، على الأقل ناخذ إجراءات الوقاية. أنا بعرف كثير أطفال مثلا بتتطور عندهم أعراض التحسس نتيجة وجود مدخنين بالعائلة، هذا الشيء مثلا بيرفضوا الأهل أنهم يوقفوا تدخين، على الأقل تكونوا أنتوا بعيدين عن الأطفال، على الأقل تكون في غرفة معينة أو غرفة مهوات. أول شيء هو الابتعاد عن العامل المحسس، تجنب العامل المحسس قدر الإمكان. نعم. دكتورة كمان خلينا نحكي اليوم كيف فينا نحن ننظف جهازنا التنفسي، في يمكن إجراءات ممكن أنا أتبعها لقوي لننظف الجهاز التنفسي مثل ما ذكرت، إجراءات يومية فينا نقول أو روتينية؟ هلا هي الإجراءات اللي خلينا نقول اللي بتقوي المناعة بشكل عام، بتحسن أنت ارتكاز جسمك تجاه أي شيء. قطعا هي الحياة الصحية، الحياة الصحية بجميع الأشكال يعني بجميع المناحي تبعها. أول شيء ممارسة الرياضة، هذا أهم شيء، الغذاء الصحي،
النوم المنتظم، يعني انت بده يكون عندك نظام نوم معين، شرب الماء بكثره. هلا بهالوقت نحن كثير بننصح بالتعرض للشمس، التعرض للشمس مشان تركيب فيتامين د. فيتامين د من الفيتامينات التي ربطت بالاستجابه بتقويه المناعه عند الجسم. طبعا التعرض للشمس بيقوم باوقات الذروه، هذا شيء اساسي. الشيء كمان اللي كثير بنحكي عنه دائما الحاله النفسيه كثير بتاثر، دائما صح. حالات القلق او حالات الاكتئاب او شيء كثير تضعف الجهاز المناعي عند الانسان. صحيح. يمكن دائما دكتوره الاتباع خلينا نقول الاجراءات السليمه والصحيه للجسم يمكن بتقي الجسم لبعدين من انه يتضاعف موضوع الحساسيه، العوامل مثل ما حكيتي. ايضا خلينا نحكي عن هيك نصائح ممكن نحن نقدمها لكل هلا اللي عم بيتابعنا، وخاصه بفتره الحجر المنزلي، قديش كمان مهم انه تهويه البيت. طبعاً. معلش لو نحن حكينا بهيدا القصه، ولكن هي مهمه لنقدر نحن نخلي اكسجين نظيف يفوت، ما يضل سواء اذا كان في غريب او رشح يدور بالبيت. قد ايه مهم ايضا تعرض البيت للتهويه؟ كثير مهم. لما انت سواء بالتحسس او بالغريب، وجود يعني وجود جو مغلق هو من اكثر العوامل اللي بتسبب امراضيه اكثر. فدائما التهوية الجيدة هي شيء كتير ضروري، لازم دائما هواء الغرفة يتغير، لازم دائما حتى بالشتاء نحن بنقول يعني نحن بيجينا كتير حالات خلينا نقول الرشح أكثر بالشتاء، نتيجة أنه نحن دائما الأهل مسكرين خايفين من البرد. لا، في أوقات معينة إن نحن لازم فيها نهوي البيت بشكل كامل. يضاف لهيك هلأ نحن إذا شوي نطلع للتجارب الأوروبية فيما يتعلق مثلا بفيروس كوفيد، هن سمحوا لهم برياضة، يعني سمحوا لهم أنك أنت تمشي تمارسي رياضة، تركبي على البسكليت، بس بشرط عدم التجمعات. يعني أنه نحن ما نمشي بهدف مثلا مثل ما بيقولوا السيران، أكيد نحن نمشي مثل ما عم نشوف هلأ يعني. تمام. نشم هواء نظيف، هذا كتير أساسي لتقوية مناعتنا ولاستنشاق هواء نظيف. لا انت يعني توقي رئتك، انت عم تنظفي رئتك بشكل كامل بشكل ثاني، ما انت عم تضلي عم تستنشقي نفس الهواء الراكد الموجود بمنطقه محصوره. فهن سمحوا لهم بهذا الشيء، وهذا بدل على قديش هذا الشيء مهم نحن جدا عنا بالنسبه لنا بصحه الرئتين وصحه الجهاز التنفسي. نعم. دكتوره هلا المنظفات والمعقمات اليوم مسيطره على كل البيوت، كثير اشخاص اليوم عم يكون في إلى اعراض سلبيه. خلينا نقدم اليوم نصائح، وفي اشخاص كثير كمان عم يخلطوا المعقمات والمنظفات مع بعض، خلينا نحكي عن ضرر هذا الشيء. من اول جائحه فيروس كوفيد نحن كثير ركزنا على النظافه الشخصيه، اجراءات النظافه اللي هي بتوقي من العدوى بهذا الفيروس. بس نحن ما كان الهدف من هذا الحكي الاستخدام الزائد وغير المدروس المعقمات اللي نحن عم نشوفه. صحيح. اليوم نحن بعياداتنا عم نشوف حالات من التحسس عند ناس، يعني عم توصل في حالات شديدة جدا من التحسس نتيجة الاستخدام غير المدروس والجائر خلينا نقول للمنظفات والمعقمات. مع أنه وأحد السؤال الأسئلة اللي كثير لا مرضاي مثلا، انا بكون بالعياده بعد كل مريض انا بغسل وبالفعل لفتره معينه بالمي والصابون، انه دكتوره طيب في كحول، عندك الطريقه الثانيه، الطريقه الاسلم، الطريقه اللي بتبتعد شوي فيها عن المخرشات. كمان نحن ما عم نعرف قديش بدها تكون التراكيز، يعني نحن عم نحط الماده المعقمه بتركيز كثير كبير، عم يكون فيها التخريش كثير كبير. نحن عم نشوف حالات تحسس كثير كبيره، حالات تحسس جلديه اذا ما كانوا لابسين كفوف، حالات عم نشوف حالات تحسس عينيه بشده، عم نشوف حالات انسداد تنفسي جدا نتيجه انسداد تنفسي علوي طبعا بالانف نتيجه التعرض للاستنشاق هي الابخره. عم نشوف حالات بتشنج القصبات نتيجه الخلط غير المدروس بين المعقمات يلي بسبب رد فعل كثير كبير بتشنجوا فيها القصبات، وممكن في حالات عند الناس اللي عندهم استعداد تؤدي الى ازمه ربويه. هذا الشيء يعني يا ريت نحن، صحيح نحن مطالبين حاليا بالوقايه من هي الاسس باتباع اجراءات النظافه، بس على فكره اجراءات النظافه او اجراءات الوقايه اللي نحن عم نتبعها هي المفروض تكون طبيعه حياه يوميه، يعني ثقافه عنا اكثر ما هي هلا الاستخدام اللي كثير عم نشوفه السيء وغير المدروس لهي المعقمات.
نعم. يمكن سالي عم نشوفها هذا الموضوع عم بيكون لانه عم يطلبوا نستخدم الكلور. الكلور لما عم تمسح سيدات المنزل بالبيت عم تكون ريحته مؤذيه او لازم يخفف بتركيز معين، عم يخلطوها مع معقمات، وهذا يمكن معقمات اخرى بسبب هلا في هي في تفاعلات كيميائيه. نعم. في تفاعلات كيميائيه بتصير نتيجه الخلط بين معقمين، حسب هدول المعقمين انت شو عم تاخذي، وعلى الاغلب عم يجروا معنا مخرجات عم تسبب لنا اعراض كثير سيئة. استمتعنا بالحديث معك دكتورة، واستمتعنا أيضا بهدول الأفكار اللي هيك خلينا نقول إنه هي ما أنا بتأثر على كل العالم فيها تعملها، ما أنا صعبة أبدا. إن شاء الله هيك يا رب تكون رسالتنا وصلت، وخاصة في ظل الجائحة اللي إحنا عم نمر فيها. كل الشكر لك دكتورة ميسورة. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة.